لا اجت قذيفة اديتها. يعني مشان كان عنا حرب وهيك شغلات وما في تعليم وتدريس ولا شي هناك، انا ما حبيت ضل بسوريا طلعت. بدي اروح على هولندا، في عندي اخوال كتير، عندي 3 اخوال بهولندا، بدي اللي مشاوي له طالع اهلي بعدي. لا شيء مبسوط هون مبسوط، بس انه يعني مبسوط اهلي مو معي. ما بعرف حسب اللي مشاوي اللي زبط يزبط ما بزبط. ما قال شو دعوني وانا طلعت.